لسه بنتكلم مع الناقد الفني احمد سعد الدين عن الخلاصه لمصر الجميله، الفنان الكبير صلاح السعدني. مستمرين في حديثنا. الحقيقه ويمكن الكلمه الاشهر ما بين الناس كلها والكلمه اللي الناس كلها بتقولها بتتحدث عن بسطته وثقافته. هل هو تاثر بشكل كبير بالاستاذ محمود السعدني اخوه؟ محمود السعدني هو مش الاخ بس، هو يعتبر الاب، لان الفرق ما بينهم ما يقرب من 16 سنه. ومحمود السعدني مثقف بشكل كبير جدا، وكان سابق صلاح بحاجات طبعا الصحفي الحر يعني. فكان من تلامذته صلاح السعدني وعادل امام. عشان كده بعض الاعمال او بعض الشخصيات اللي كان بيعملها صلاح السعدني كنت تحسي فيها بشخصيه محمود السعدني في نوع السخريه اللي هو بيقدمه. فدي اساس. هنلاقي ان صلاح السعدني مثقف جدا، عادل امام مثقف جدا، الثقافه دي في الاصل كانت جايه من محمود السعدني. ومع ذلك هو عمل معادله جميله جدا، ان النجوميه غير مرتبطه بالغرور والتكبر. ده اساس، لان استاذ صلاح السعدني عليه رحمه الله كان انسان بسيط جدا مع كل عمال الاستوديو، مع الناس اللي بتقابله في الشارع، مع كل البشر. لما تيجي تساله يقول لك انا صديق عادل امام. كان دايما لما يتكلم ليه، لان هم من كليه زراعه بداوا المشوار مع بعض، بداوا المشوار. فاحنا بنتكلم فوق دلوقتي ال 60 64 سنه، رقم مش سهل. ومع ذلك فضل صلاح السعدني زي ما هو، حتى ان في بعض الاعمال اللي الناس مثلا هجمت صلاح السعدني كان يقابلهم ببساطه، طب انت ايه اللي مزعلك؟ في كل يوم. فهو كانسان يفوق الوصف، بسيط متزن، بسيط حكيم، مثقف، ويمكن دي الكلمات اللي دايما كانت بتتقال عنه. عمرنا